أي مزيد حول الموضوع، ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان المستشارة القانونية في المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان الأستاذة إيناس زايد. مرحبا بك أستاذة إيناس. المجلس النرويجي للاجئين يقول لا سلام في العراق إذا لم تضمن عودة النازحين إلى منازلهم بسلام، كيف يمكن أن يتحقق ذلك برأيك؟ نعم، مساء الخير دكتور سمير ومساء الخير للمشاهدين كذلك. يعني فعليا عند الحديث عن مأساة النازحين في العراق الآن، فنحن بالتأكيد يعني نطالب دائما في العودة الطوعية. العودة الطوعية خيار متاح لكافة المدنيين النازحين من بيوتهم، وهو خيار قدمه القانون الدولي لحقوق الإنسان، والذي أكد بذات الوقت على أن تكون هذه العودة عودة طوعية فقط وليست قصرية أو إجبارية، وأن تكون كذلك تحت ظروف ملائمة ولائقة وفي جو آمن. فعليا ما يحدث الآن في العراق، ويعني نحن قمنا أيضا ب متابعة ما صرحت به لجنة الهجرة والمهاجرين النيابية، التي أكدت أن نحو 60% من النازحين لم يعودوا إلى مناطقهم، وبأن حكومة بغداد أيضا غير جادة بإعادة هؤلاء النازحين. يعني هذا الأمر مثير للقلق. كمنظمة حقوقية نحن نقول بأنه فعليا نعم لا يمكن الحديث عن أي سلام في العراق إذا لم يكن هناك حل جذري لمشكلة النازحين، خاصة عندما نتحدث عن ظروف مأساوية وأوضاع إنسانية يعيشها النازحون الآن في مخيماتهم. محافظة صلاح الدين التي أشرتم إليها بتقريركم، فعليا يعني تعرض المدنيون هناك إلى غرق للخيام بسبب الأمطار التي يعني كانت قبل أيام، والتي تسببت بإتلاف حاجياتهم ومن ملابس وأثاث، وحتى أيضا إتلاف لمخزون الطعام لديهم. لذلك يعني ظروف النازحين في المخيمات هي ليست ظروف إنسانية، يعني هي ظروف غير لائقة. لابد من التحرك من أجل إعادة هؤلاء الأشخاص إلى بيوتهم ومنازلهم إذا أرادوا العودة طبعا، ولكن إذا لم يريدوا العودة فلا يمكن إعادتهم قسريا تحت أي ظرف، خاصة عندما نتحدث عن جو من الانتخابات. الآن بعض الأهالي قد هجروا قسرا إلى محافظات مثل محافظة الأنبار لدوافع متعلقة بالانتخابات وبالعملية الديمقراطية التي تحدث. هذا يدفعنا للتساؤل، يعني في المقابل هناك إحصائيات تقول أن 84% من النازحين يشعرون بالأمان في المخيمات أكثر من شعورهم بالأمان داخل منازلهم. كيف تنظرين إلى جهود الحكومة في عودة النازحين؟ نعم، يعني هذه النسبة ربما تعكس يعني أوضاع النازحين الذين يقارنون ما بين أوضاعهم بالمخيم والأوضاع التي يعني التي أصبحت عليها المناطق التي خرجوا منها، مثل على سبيل المثال نازحو الموصل. الموصل الآن تشهد دمارا شاملا، لا يوجد هناك بنى تحتية، لا يوجد هناك أي مقومات للحياة الآمنة. هؤلاء الأشخاص عندما تقارن أوضاعهم بالمخيمات، نعم هي أفضل من البيوت التي خرجوا منها، ولكنها ليست يعني لا يمكن القول بأن ظروف المخيمات هي الظروف الفضلة أو أنها يعني ظروف لائقة للحياة البشرية والإنسانية. يعني هؤلاء الأشخاص فعليا المدنيون الآن في أو المدنيون في مخيمات النزوح الآن قد فقدوا الأمل وأصبحوا فعليا يتعاطون مع الأمر الواقع. رغم ذلك هناك من يحاول إجبار النازحين على العودة إلى مناطقهم، رغم أن مناطقهم ليست مؤهلة إلى الآن. يعني من الناحية القانونية كيف تصفين ذلك؟ لا يمكن ابدا ولا تعطى الصلاحيه ابدا للحكومه العراقيه او اي قوه على ارض الواقع لاعاده الاشخاص او المدنيين قسرا او جبرا الى مناطق نزوحهم. يعني فعليا الاعاده يجب ان تكون طوعيه كما ذكرت لك، وهي وهذا الامر يعني مكرس في القانون الدولي لحقوق الانسان. اما اي تصرف لي أو أي فعل لإعادة هؤلاء المدنيين جبرا أو قسرا هو فعليا مخالف لهذا القانون أو لهذه الاتفاقيات، وهو يعد انتهاك فعليا يعرض كل من يقوم به إلى المسؤولية. نشكرك شكرا جزيلا. من عمان المستشارة القانونية في المرصد الأورو المتوسطي لحقوق الإنسان الأستاذة إيناس زايد، شكرا جزيلا لك.